حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف صفيه بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم ابو طلحه فقال يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبًا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما، فركب واكتنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة.